أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعله صعبا سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نحل تمارين على المصفوفات. اكتب جميع عناصر المصفوفات الآتية. طبعا شوفنا دي في الدرس السابق، هناخد أحدهم. جيم بتساوي المصفوفة جيم، المصفوفة جيم بتساوي جيم صاد فعين، حيث ان صاد بتساوي واحد واثنين وعين بتساوي واحد واثنين. هيبقى عبارة عن ايه المصفوفة جيم ديت؟ هنقول ان المصفوفة جيم ان شاء الله هي المصفوفة جيم بتساوي عندي صاد واحد واثنين، يعني عندي صفين وعندي عين صفين، يبقى نقول جيم واحد واحد، جيم واحد اثنين، ده عمود وده عمود، ده صف. جيم اثنين واحد، جيم اثنين اثنين، كده كتبت كل عناصر المجموعة. إذا كانت ألف بتساوي ألف سين صاد، لكل سين تنتمي لمجموعة واحد واثنين ثلاثة، وصاد تنتمي لواحد اثنين ثلاثة. اكتب المصفوفة ألف إذا علم أن ألف سين صاد بتساوي صاد فرق سين، ثم أوجد ألف مضمون. يبقى إحنا عايزين نجيب المصفوفة ألف اللي بتحقق الموضوع ده، إن صاد بتكون ناقص سين بتديك العنصر بتاعها. يعني مثلا لو جيت أجيب العنصر واحد واحد، يبقى بتساوي إيه؟ واحد ناقص واحد بصفر. يبقى نقول ألف المصفوفة ألف بقى دي جيم تمانية، تمانية مصفوفة ألف بتساوي العنصر اللي موقعه واحد واحد اللي هو ده واحد واحد، هيساوي واحد ناقص واحد بصفر. طيب العنصر موقعه اتنين واتنين هيبقى برضو بيساوي صفر. اما العنصر اللي موقعه سين بواحد وكمان عندي هي هم تلاتة، يبقى تلاتة وتلاتة ايضا هيبقى صفر. يبقى دي هتبقى مصفوفة تلاتة في تلاتة. طيب العنصر موقعه بقى واحد اتنين اللي هو ده، واحد اتنين صف تاني والعمود الاول، واحد واتنين هيبقى قيمته بكام؟ هنشوف قيمته هتساوي ايه. واحد اتنين يبقى بطرح اتنين من واحد، هو ايه بيقول صاد ناقص سين، اتنين من واحد واحد. طيب العنصر اللي موقعه واحد تلاتة، يبقى تلاتة ناقص واحد اتنين. العنصر موقعه بقى اتنين واحد، ده اتنين واحد، يبقى بطرح الاتنين من الواحد بتدي ناقص واحد، لان هي بتقول لي ايه؟ بيقول لك صاد ناقص سين. طيب هنا العنصر موقعه كام؟ اتنين تلاتة، يبقى تلاتة ناقص واحد بواحد. العنصر ده موقعه كام؟ تلاتة واحد، صف التالت في العمود الاول، يبقى صاد بواحد والسين بتلاتة، يبقى بتدي السالب اتنين. تاني صاد بواحد، صاد ب واحد هي سين صاد، يعني الصاد اللي هو العمود بترمز للعمود، اما السين بترمز للصف. سين اهي صاد تدي صاد، يبقى واحد تلاتة دي كام؟ تلاتة دي تلاتة واحد، يبقى اطرح واحد من تلاتة تدي اتنين. طب دي تلاتة اتنين، يبقى اتنين ناقص تلاتة ناقص واحد، وكده كتبت له عناصر المصفوفة بتاعتنا. اكتب المصفوفة ألف، ألف هاء ياء على النظم تلاتة في اتنين، حيث ألف هاء ياء بتساوي هاء ناقص ياء زائد اتنين. بنفس الطريقة نعوض عن هاء بمكانها والياء بمكانها المكان بتاعها، يعني تلاتة اتنين باتنين ناقص تلاتة ناقص اتنين زائد اتنين، ونجمع ونشوف القيم بتاعتنا. نشوف نوعية تانية من المسائل. إذا كانت تلاتة وخمسة وسين ناقص اتنين مصفوفة تلاتة خمسة سين ناقص اتنين بتساوي تلاتة خمسة سبعة زائد وصاد زائد واحد، أو قيمة كل من سين وصاد. هنقول إن سين بتساوي سبعة، سين هتساوي سبعة، أما هنقول سالب اتنين بتساوي صاد زائد واحد، يعني صاد بتساوي سالب اتنين سالب واحد بتساوي سالب تلاتة، يبقى إذا سبعة وسالب تلاتة سين وصاد. أوجد قيمة كل من ألف وباء إذا كانت أربعة سالب واحد، اتنين ألف ناقص واحد وتلاتة باء زائد واحد بتساوي المصفوفة دي. الأربعة هي الأربعة والسبعة والواحد سالب واحد سالب واحد، يبقى ساوي اتنين
ألف ناقص واحد بتساوي تلاتة، ومنها اتنين ألف هتساوي تلاتة زائد واحد بأربعة، يعني الألف هتساوي أربعة على اتنين بتساوي اتنين. طيب تلاتة بقى زائد واحد بتساوي كام؟ تلاتة بقى زائد واحد بتساوي سبعة، يعني تلاتة بقى بتساوي سبعة ناقص واحد بتساوي ستة، يعني الباء بتساوي ستة على تلاتة بتساوي اتنين. يبقى أنا عندي ألف باتنين والباء باتنين. إذا كانت مصفوفتين متساويتين فأوجد قيمتي السين وص بنفس الطريقة. هنساوي ده ب25، ومنها هتبقى اتنين السين بتساوي عشرين بتساوي تلاتين، ومنها اتنين سين بتساوي تلاتين تقسم على التلاتين تبقى سين ب15، ودي بنفس الطريقة هنساوي دي بدي، يبقى تلات ص زائد اتناشر بتساوي ص زائد تمنتاشر، يعني تلاتة من اتنين من واحد ص، يبقى ص باتنين ص، ص ناقص تلات ص باتنين ص بتساوي تمنتاشر ناقص اتناشر بتساوي ستة، يعني ص بتساوي تلاتة، وحسبنا س ب 15. إذا كانت المصفوفة دي بتساوي مصفوفيات أوجد قيمتي س و ص، ده بتساوي ده بتطلع س و ص. أوجد قيمتي س و ص في المصفوفة دي، هتبقى س تربيع زائد واحد بتساوي خمسة، يعني س تربيع بتساوي أربعة، يعني س بتساوي زائد أو ناقص اتنين، وستة بتساوي اتنين ص زائد واحد، يعني اتنين ص بتساوي خمسة. ستة دي هي أربعة بتساوي اتنين زائد ص، اتنين ص زائد دي أربعة، وبالتالي الص هتساوي يبقى اتنين ص زائد واحد بتساوي أربعة، يعني اتنين ص بتساوي تلاتة، يعني ص بتساوي تلاتة على اتنين. نظرا لأن كثرة المسائل فنختصر وناخد مسائل اللي هي هنا. إذا كانت دي سهلة، دي برضو دي مصفوفة الصف تساوي مصفوفة الصف، ونطلع س ناقص أربعين، دي تساوي اتنين س بتساوي سالب تسعة، تلاتة س بتساوي سالب تسعة، س بتساوي سالب تلاتة، س زائد ص جبنا س هنعوض بيها هنا ونطلع قيمة ص، س ناقص عين عرفنا س من الأول هنعوض بيها هنا ونطلع قيمة عين. أوجد قيمة أ و ج و د إذا كانت مصفوفة برضو بنفس الطريقة. إذا كانت فوجد قيمة جذر اتنين، طيب نحل تمنتاشر ج تمنتاشر، ج تمنتاشر بتقول إذا كانت اتناشر ناقص اتنين سين ستاشر ناقص تمانية مصفوفة دي بتساوي سالب أربعة في دي، نضرب سالب إيه؟ سالب أربعة في سالب تلاتة باتناشر، سالب أربعة في أربعة بسالب ستاشر، سالب أربعة في اتنين بسالب تمانية س ص موجب أربعة س، سالب أربعة بسالب تمانية، سالب أربعة في اتنين بسالب تمانية. أصبح عندي مصفوفتين متساويتين، يبقى اتناشر بتساوي اتناشر سالب اتنين س، يبقى إذا سالب اتنين س بتساوي سالب ستاشر نقسم على اتنين تبقى س بتساوي تمانية. يبقى عندنا ستاشر بتساوي سالب تمانية ص زائد أربعة س، هنعوض عن س ب بأربعة بتمانية، تصبح سالب تمانية ص زائد اتنين أربعة في تمانية باتنين وتلاتين بتساوي ستاشر، يعني التمانية ص بتساوي اتنين وتلاتين ناقص ستاشر بتساوي ستاشر، يعني الص بتساوي اتنين. يبقى أنا جبت له س وجبت له ص، هو عاوز قيمة جذر س ص بقى، يبقى جذر س ص بتساوي جذر اتنين في تمانية بستاشر بتساوي جذر ستاشر اللي هو بتساوي أربعة، تساوي أربعة جذر تربيعي للموجب، الجذر الموجب لأنه هو اختار لي أنا الجذر. إذا كانت أ وباء، حيث أ بتساوي باء مدور، فأوجد قيمة كل من دلوها. أنت بتجيب مدور ديت أولا، أنت مش شغال على طول، لأ أنت هتحسب المدور الأول عشان تساوي، هتجيب مدور باء
عشان تساوي ب ألف. احنا بنقول بما أن ألف بتساوي باء مضروب، يبقى إذن 2 سالب 3 سالب 1 4 بتساوي 2 د سالب 1 3 ه، 3 ه أيوة 2 د سالب 1 3 ه تساوي 4. يعني عندنا أصبح عندي 2 بتساوي 2 د، يعني د بتساوي 1. طيب وكمان سالب 3 بتساوي 3 ه، يعني ه بتساوي سالب 1. بس هو عاوز ايه؟ د وه، 1 وسالب 1. طب إذا كانت ظتا 60 جتا 30 ظا 60 جا دي مصفوفة بتساوي الجذر التربيع التكعيبي لمصفوفة المضرور، يبقى ندور الأول ونضرب أو نضرب وندور ونساوي القيم ونطلع س وص وعين. هتبقى عندنا هنعتبر المصفوفة الأولى زي ما هي بتساوي المصفوفة الأولى، خلاص بتساوي نضرب جذر 3 على 3، جذر 3 في 2 بجذر 3، جذر 3 في جذر 3 ب3 في 2 ب6، جذر على 3 ب2، وجذر 3 في نص س يبقى جذر 3 على 2 س، وتلاتة جذر 3 ص، 1 في جذر 3 جذر 3، جذر 3 في جذر 3 ب3 ع، ده بيساوي المصفوفة اللي ده مضور لسه هندورها. يبقى إذا المصفوفة اللي عندنا اللي هي الظطا 60 ق 60 جتا 30 قتا 60 ظا وج ظا 60 ج 30، هذه المصفوفة بتساوي مضور هذه المصفوفة، بجذر 3 على 2 جذر 3 على 2 س 2، جذر دي جذر 3 تاني اهو، بنخلي الصف العمود نخلي الصف، جذر 3 على 2 جذر 3 على 2 س، جذر 3 2 3 جذر 3 ص 3 ع. أصبحت المصفوفتين دول متساويتين. يبقى إذا الأول يساوي الأول، يبقى قتا طبعا عارفين إن الظطا 60 بتساوي جذر 3 على 2، المثلث 30 60 أهو، دي 60 دي 60 دي 1 جذر 3 2 ظا أدي 60 أهي، ظطا 60 بتساوي ظا مقابل دي 3، دي اسف دي 3، دي جذر 3 على 3 مظبوط. يبقى فعلا ظطا 60 لو بتساوي جذر 3 على 3، جذر 3 على، لو أنا ضربت في جذر 3 على جذر 3 بتساوي 1 على، بتساوي 3 على 3 جذر 3 اللي هي فعلا بتساوي ظطا 60، ظطا 60 ب1 على جذر 3، وهكذا. أنا ما يهمنيش القيم اللي ثابتة، يعني ظا 60 بتساوي جذر 3 مش هتكلم فيها، وقا 60 ب2، والجا يبقى أنا يهمني النسب اللي مجهولة اللي فيها المجاهيل بس. يبقى هنقول بما أن جتا 30 بتساوي جذر 3 على 2 س، يبقى إذن س بتساوي 2 على جذر 3 جتا 30. طب أدي 30، الجتا بتاعت 30 بتساوي جذر 3 على 2، يبقى س بتساوي 2 على جذر 3 في جذر 3 على 2 بتساوي 1، يبقى س حسبناها ب1. طيب بعد كده ناخد القيمة دي اللي هي قتا 60 قتا 60
بتساوي 3 جذر 3 ص، يبقى إذا ص بتساوي قتا 60 على 3 جذر 3 بتساوي كام؟ جذر 3 على 3 جذر 3 بتساوي 1 على 3، دي اللي هي مين ص. لسه عين، نقول له عين، عين هي 3 عين بتساوي جا 30، يبقى جا 30 بتساوي 3 عين، تبقى إذا عين بتساوي جا 30 على 3. جا 30 طبعا احنا عارفين ان هي بنص، يبقى بتساوي 1 على 2 في 3 بتساوي، يبقى إذا عين بتساوي سدس. بين أي من المصفوفات الآتية متماثلة وأي شبه متماثلة. طبعا بنجيب المدور، إذا كان المدور بيساوي المصفوفة يبقى متماثلة، إذا كان المدور بيساوي سالب المصفوفة، سالب قيم في قيمة المصفوفة، يبقى هي غير مت هي شبه متماثلة. فمثلا لو خدت دي، ها ده هو ده، ده هو ده، ده هو ده، ده النفس القطر، يبقى دي متماثلة. طيب ده هو ده، لا بالسالب، ايوه ده هو ده بالسالب، ده هو ده بالسالب، يبقى دي شبه متماثلة. ده هو ده، ده هو ده، ده هو ده، يبقى دي متماثلة. ده هو ده، لا بالسالب، ده نفسه بس بالسالب، في إشارة سالب. ده هو ده بالسالب، ده هو ده بالسالب، يبقى شبه متماثلة. إذا كانت ألف مصفوفة متماثلة حيث ألف ب فقيمة كل من س ص ع، لو دي متماثلة نقدر نحسب س وص ع كالآتي. يعني نحسبها، هنقول إيه بقى؟ بما أن ألف متماثلة يبقى ألف بيساوي ألف مدور، تبقى عندنا المصفوفة 5 2 ص، أو من غير ما أحسب كده أنا هقول بما أنها ألف بتساوي ألف مدور، بما أن ألف متماثلة. دي طريقة اللي أنا كنت هشتغل بيها عقلي بالأعمدة، صفوف وصفوف أعمدة، وأساوي كل عنصر بنظيره. هنا بقى مش هنا ممكن طريقة تانية، يعني إن أنا هاخد العنصر وآخد معكوسه، أو العنصر متماثل معه. يبقى هنقول بما أن ألف متماثلة، إذن إيه اللي هيحصل؟ عين زائد 1 بتساوي 2 ص، دي معادلة رقم 1، دي بيساوي ده، وده هو بيساوي ده، وكمان 2 زائد 3 س بتساوي 3 ص زائد س، ده رقم 2، وكمان ايه بقى؟ ده هو بيساوي ده، 8 بتساوي عين زائد 3، يعني عين من 3 بقى، هناخد 3 أولا نشتغل عليه، من 3 تبقى عين بتساوي 8 ناقص 3 بتساوي 5، من 1 كده أنا جبت عين بـ5، بنعوض في 1 بقى عين، يبقى 5 زائد 1 بتساوي 2 ص، يبقى إذا ص بتساوي 6 على 2، 5 × 1 6 على 2 بتساوي 3، جبت ص. من 3 من 2 بقى، يبقى إذا 2 زائد 3 س بتساوي 3 في ص ب3 زائد س، يعني 3 س، يبقى 3 س ناقص س بتساوي 9 ناقص 2، يبقى 2 س بتساوي 8، تبقى س بتساوي 4، يبقى س ب4 ص ب3 عين ب5. يبقى عرفنا بنعملها ازاي. يبقى س ب5 س ب3 س ب3 وعين ب5، حسبنا احنا جبنا عين ب5 وص ب3، تبقى س بكام؟ ب4،
3.5. سين نحسب تاني، سين 2، 2 زائد 3 سين بتساوي 3 في صاد 3 زائد سين، 3 سين ناقص سين بتساوي 9 ناقص 2. 3 سين ناقص سين 9 ناقص 2 7، 3.5. تبقى سين ب3.5. طيب الطريقة عرفناها، قلنا بنساوي العنصر بنظيره، ده نظيره وده نظيره، نطلع المعادلات ونحسب. إذا كانت بقى مصفوفة شبه متماثلة، حيث دي هتساوي ب معكوس نظيره، معكوس هو الجمع، يعني هنقول عين زائد 6 بتساوي سالب 2 في 2 بموجب 2 س، سالب 2 س في سالب بموجب 2 س، دي الأول، وده بتساوي ده 3 ص زائد س بتساوي موجب 5، وسالب 3 عين بتساوي، أو 3 عين بتساوي سالب 6، تطلع من دي عين بتساوي سالب 2. طيب عين بسالب 2 هتعوض هنا، تدي لي س، 2 س بتساوي سالب 2 و6 ب4، تبقى س بكام؟ ب2، س ب2، عين بسالب 2 ص بكام بقى؟ س هنا ب2، يبقى 3 ص بتساوي 5 ناقص 2، س ب2 يبقى 3 ص بتساوي 3، يبقى ص ب1. عاوزين نجيب القيمة س في ص في عين، يبقى 1 في 2 ب2 في سالب 2 بسالب 4، جبت له الكلام ده. أكمل ما يأتي. إذا كانت أ مصفوفة على النظم 2 في 3 في 2، وكل وكان أ 1 1 أ 1 2 أ ده، وأ 2 2 جذر خفيه، إن المصفوفة أ هي كام؟ نكتبها بقى، يلا 1 1 3 1 2 5، ما هو ده الصف الأولاني، ده الصف، الصف التاني نص سالب بالنص سالب موجب، موجب من نص جذر 5، هي دي المصفوفة. إذا كانت مصفوفة على النظم 3 في 2، وكانت أ ب، إن المصفوفة أ هي، هنكتبها برضو، دي 3، 3 صفوف في عمودين، الصف الأول 2 3، انا عايز ايه الصف التاني ده، ده الصف الاول 1 1، ها فين 1 2 تاني، 1 2 تلت، دي تلت، 1، عايز اشغل شوية. طيب نقول ايه بقى اذا كانت المصفوفة، هنعمل ايه؟ هنحسب الاول الف 1 1 بتساوي 2. طيب وألف 1 2 فين؟ أهي ألف 1 2 بتساوي تلت ألف 3 1، فين 3 1؟ أهي بتلات، بتساوي تلت في 3 بتساوي 1. طيب أنا عايز لسه ألف هي على النظم كام؟ 3 في 2، يعني عندي 3 صفوف، لسه عندي 1، دي لسه جبت انا الصف الاول اللي هو 1 1 1 و2، خلاص انت لسه عايز اجيب بقى الصف الثاني 2 1 والف 2 2، فين الف 2 1؟ ادي 2 1 ب3. طب 2 2 2 2 بتساوي 2 1 زائد 3، يعني بتساوي 3 زائد 3 بتساوي 6، تاني 3 ألف 2 1 زائد 3 بتساوي، يبقى لسه ألف 3 1 وألف 3 3، 3 2، 3 1 و3 2، ألف 3 1 فين 3 1 هنا، أدي 3 2. طب 3 1 الأول أهي بسالب 9، سالب 9، ألف 3 2، 3 2 بنص ألف 1 1، بنص ألف 1 1 ب2 في 2 بتساوي
واحد. يبقى نكتب المصفوفة هي 3 صفوف، 3 صفوف وعمودين، ألف واحد واحد اتنين، ألف واحد اتنين اللي هو الصف الأول تلت، ألف تلاتة واحد. طب ناخد اتنين واحد الأول، ألف واحد اتنين، اتنين واحد، اتنين واحد بتلاتة، اتنين اتنين بستة، تلاتة واحد بسالب تسعة، تلاتة اتنين بواحد. هي دي المصفوفة بتاعتنا. تمام كده بتحسبها. إذا كانت ص بتساوي فإن المصفوفة ص تكون على النظم كام؟ اتنين في تلاتة، اتنين في تلاتة. طيب ص اتنين واحد فين؟ أداة اتنين واحد واحد، اتنين اتنين، اتنين اتنين أهي سالب جذر تلاتة. نص ص واحد اتنين جذر ص اتنين اتنين بيساوي نص ص واحد اتنين. نص في واحد بواحد، نص في اتنين نص في اتنين بواحد، زائد جذر اتنين تلاتة، اتنين اهو صف تاني تلاتة تسعة بتساوي واحد زائد تلاتة بتساوي اربعة. إذا كانت ألف مصفوفة على النظم اتنين في تلاتة فإن عدد عناصر مصفوفة ألف بكام؟ تضرب اتنين في تلاتة بستة. إذا كانت باء مصفوفة على النظم تلاتة في واحد فإن مضو باء مضو مصفوفة على النظم واحد في تلاتة. طب الضوء. إذا كانت المصفوفة الصفرية هي المصفوفة الصفرية على النظم تلاتة في تلاتة فإن مضورها هيبقى برضو تلاتة في تلاتة. إذا كانت ألف وباء مدور باء بتساوي ألف مدور فإن ألف واحد واحد وباء اتنين واحد هتبقى باء بتساوي ألف مدور، يبقى باء بتساوي تلاتة خمسة سالب اتنين سالب تلاتة سالب أربعة تلاتة سالب اتنين، تلاتة سالب اتنين سبعة ودي خمسة سالب أربعة اتنين. دي بقى هي مدور ألف فإن ألف واحد تلاتة واحد تلاتة اللي هو ده بسبعة، وباء تلاتة واحد باء تلاتة واحد هي أيضا سبعة. إذا كانت سين في ده زي بتساوي ده فإن السين بكام؟ سين في ده يبقى سين هتضرب سين في واحد بسين بتساوي مين؟ تلاتة، يبقى سين بتلاتة على طول كده. طب اضربها سين في اتنين باتنين، سين على يبقى سين بستة على اتنين تلاتة وهكذا، لابد يكون كله كده. إذا كانت ده بيساوي المدور دوت فإن سين بكام؟ لما انت هتدور هتبقى أربعة، يبقى دي مدورها بتساوي كام؟ أربعة عين صفر تلاتة. طيب يبقى سين سين بصفر، صاد بأربعة، عين بسالب واحد، صاد بربي صاد بتلاتة. تاني سين 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 بأربعة، سين سين بصفر، سين بتساوي صفر، سين ديت بتساوي صفر، ص دي بتساوي تلاتة، عين بقى دهيت بتساوي سالب واحد، سالب واحد بتساوي واحد. إذا كانت المصفوفة ألف بتساوي واحد وسالب اتنين سين واتنين سين سالب أربعة واتنين، مصفوفة متماثلة فإن ألف بكام؟ فإن سين بكام؟ هتساوي دي بده، يبقى إذن اتنين سين بتساوي أربعة ناقص اتنين بتساوي اتنين، يعني سين بتساوي اتنين بتساوي واحد، سين بتساوي واحد. تاني اتنين سين ناقص اربعة هتساويها، الاتنين سين ناقص اربعة كانت مع الاتنين سين بتساوي سالب اتنين، هتعدي الاربعة من السالب هنا للموجب هنا، يبقى اتنين سين بتساوي اربعة ناقص اتنين بتساوي اتنين، نقسم على الاتنين تدي سين بتساوي واحد.
تطبيقات حياتية. هنا سمير وحازم وكريم لعبوا مباريات. نظم البيانات في مصفوفة على أن ترتيب أسماء اللاعبين ترتيبا تصاعديا تبعا لعدد الأهداف. عدد الأهداف ده لعب 10 مباريات 20 تسديدة 5 أهداف، ده 16 35 8 أهداف، 18 41 10 أهداف. هو بيقول لك رتبهم تبعا دي كده الصفوف بتاعتي يعني. طيب أما رتب بقى ترتيبا تصاعديا تبعا لعدد الأهداف، يعني عدد الهدف اللي هو الأقل هيتكتب الأول والأكبر بعده وهكذا. طيب مين اللي كتب اللي جاب أقل عدد أهداف؟ اللي هو السمير. يبقى أنا هكتب المصفوفة كده اهي، 10 20 ده أقل أهداف، اللي يلي في الأهداف حازم اللي هو جاب 16 مباراة 35 تسديدة 8 أهداف، كريم 18 مباراة 41 و10 أهداف. كده رتبته في مصفوفات. هذا السؤال هام جدا، هي مسائل تعين كمستويات عليا. بيقول إذا كان التلاتة سين مصفوفة بتساوي مصفوفة، فأوجد بقى على ألف هنعمل إيه؟ أنا عندي المصفوفتين دول بيساوي بعض، هما قدامناهم. هنقول إن تلاتة أس سين بتساوي 25. طيب طبعا دي بتساوي 5 أس 2، ده معرفش أحلها لأن يعني أساس ما بتساويش أساس. طيب ناخد التاني، 2 س زائد ص بتساوي كام؟ ب. دي رقم واحد، ده رقم اتنين. س زائد ص بتساوي ألف، دي رقم تلاتة. 3 أس ص بتساوي 5. جميل جدا. رقم 4، لاحظ كده ما بين 3 و4، 1 و2، 1 و4، 3 أس ص ودي 3 أس س، دي 5 ودي 5 أس 2. ايه العلاقة؟ هناخد واحد من واحد، من واحد. ايه اللي بيحصل؟ مش 3 أس س بتساوي 5 أس 2؟ تم الخمسة اهي في 4 اللي هي عبارة عن 3 أس ص، الخمسة نشيلها ونحط 3 أس ص، كل ده أس كام؟ 2. يعني 3 أس س بتساوي 3 أس كام؟ 2 ص. يعني س بتساوي 2 ص. حلو جدا كده. س بتساوي ايه؟ 2 ص، وبالتالي هنعوض هنا، عندنا ايه؟ 2 س ودي 2 ص. يبقى انا لو شلت س هنا حطيت مكانها مين؟ 2 × 2 ب4 ص زائد ص بتساوي ب، يعني ب بتساوي 5 ص. 4 و1 5 ص، ب بتساوي كام؟ 5 ص. طيب سين زائد صاد بتساوي ايه؟ الف، نشيل سين ونحط قيمتها، يبقى 2 ص زائد صاد بتساوي الف، تبقى الف بكام؟ ب3 ص. الف بكام؟ ب3 ص. نراجع بس الباء الاول، هنعوض عن هنا، 2 س تبقى 4، نشيل السين ونحط 2 ص، يبقى 4 ص زائد ص، يبقى كده مظبوط. هو عاوز ألف، عاوز ايه؟ باء على ألف. يبقى إذا باء على ألف بتساوي كام؟ أدي الباء وأدي الألف، 5 ص على 3 ص بتساوي 5 على 3. ودي أهم مسألة في التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.